الاستوديو للحظات ونروح لمحافظة سوهاج بالتحديد مع الزميلة نجوى سيف النصر. هنشوف يعني إدارة المجازر هناك اللي بيتم، لأن طبعا عارفين عيد الأضحى يعني بيكون فيه اهتمام كبير بفكرة المجازر، وإزاي طبعا بيكون فيه مراعاة للازدحام عليها في حالة يعني وجود الأضحية الكثيرة. هنشوف ونتابع هذا التقرير ونعود إليكم مرة أخرى. مع وجود الكثير من الأضاحي واللحوم خلال عيد الأضحى، قد تعمل بعض تقنيات الحفظ غير الصحيحة على فساد اللحوم. يمكن أن تنمو أنواع كثيرة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية، لذلك من المهم التعامل مع جميع أنواع اللحوم وتخزينها بأمان. من ضمن التعاملات الخطأ اللي بتحصل أثناء الذبح إن الجزار بيستعمل كمية مية كبيرة، فاكر إن هو كده بينظف اللحمة. استعمال المية الكتير ده بيضر اللحمة مش بيفيدها. بمعنى إيه؟ إن أنا لو عندي أي تلوث ظاهري على سطح الذبيحة هيدخل معايا بالمية، هيدخل جوه اللحمة بتاعتي، فبالتالي أقلل استهلاك المية أو أقلل استعمال المية في غسيل اللحمة، خاصة لو التلوث ظاهري. بمعنى إيه؟ ان انا لو عندي تلوث ظاهري على السطح مجرد ممكن اشيله، اقطعه واشيله بالسكينه، بس ما اتعاملش معاه بميه كتير. دي نمره واحد. تاني حاجه، بعد ما بخلص الذبح بتاعي بقطع اللحمه وبعرضها لتهويه جيده تحت مروحه بتاع، بالذات في الجو ان احنا الاضحيه هتكون عيد الاضحى هيكون في شهر 7 درجات حراره مرتفعه جدا، فالتعامل ان انا هقطع اللحمه وافردها على مشمع او حاجه واسيبها في تهويه جيده تحت مروحه، دي هتقلل لي درجه الحراره من 37 درجه حراره الذبيحه، الجو بره 42، لما هعرضها المروحه انا بعمل تبريد بطيء من 37 ل 20 او 22. بعدها بعد التهويه دي هبتدي اكيس اللحمه بتاعتي واحطها في الثلاجه الاول. تمام، ممكن المرحله الاولى في خلال 4 ساعات مثلا لو الذبيحه بتاعتي خلصت الظهر على المغرب هبتدي المها واحطها ايه في اكياس، احطها بعد كده في الثلاجه عند درجه حراره من 4 ل 7 درجة مئوية اللي هي الثلاجه العاديه. بعد كده ممكن ابيتها ليله في الثلاجه وتاني يوم ابتدي ارجعها على الفريزر، لكن انا اخدها من درجه من بعد الذبح اكيس مباشره وادخل على الفريزر، ده هيعمل لي مشاكل كبيره. قطع اللحم التقطيع بيكون بكميات احجام صغيره، احجام وسط، ما تكونش حجم القطعه كبير جدا. الحجم الكبير ما جيش اخزن، سي مثلا لو انا هذبح خروف او كده ما جيش اخزن الربع الخلفي كله كامل زي ما هو، ممكن التبريد يحصل على السطح والداخل بتاعه ما يكونش حصل له تبريد، هلاقي بعد كده عطن او بقع سوداء او مشاكل او فساد يظهر معايا في اللحمه حتى بعد التبريد. تمام، فدي المشكله اللي احنا لازم اقطع. لو هضطر اخزن ارباع صحيحه سواء كانت ارباع حيوانات صغيره زي الماعز والضاني او حيوانات كبيره، لو هضطر اعمل لها جرح غائط بالسكينه، ادخل السكينه لجوه وافتحها للتهويه بحيث اسمح للتبريد انه يوصل لعمق اللحمه من الداخل لو هضطر اخزن حجم كبير او بلوك كبير من اللحم. مما لا شك فيه ان اللحم الاحمر معرض لخطر البكتيريا الضاره بسرعه، فيجب ان نحرص على اتباع طريقه حفظ اللحوم التي تضمن سلامتها وبقائها طازجه. دكتور توفيق، يعني الفتره اللي انا ممكن ان انا احتفظ بيها باللحمه يعني قد ايه بعد من مسافه الاضحيه؟ يعني مثلا هل شهرين او ثلاثه دي بيبقى اللحمه الفتره دي فيها كفايه، الفتره دي لازم استخدمها ولا ممكن اكتر من كده كمان؟ اللحمه لو اتحفظت بالطريقه اللي قلت لحضرتك عليها، ان احنا عملنا التبريد التدريجي ما دخلناهاش من بعد الذبح للفريزر على طول، انا لو عملت التدريج ده ممكن تقعد معايا سنه كامله. تمام، بس طبعا اراعي ان اللي بيدخل الاول يخرج الاول. يعني سي لو انا عندي الفريزر احاول اخلي لو فريزر راسي هوزع ان الحاجه دي يعني بتكلم على الحاجه اللي هتدخل في كذا شهر، يعني يعني ابقى عارف الحاجه دي اتخزنت في شهر كذا هطلعها اول واحده، ما جيش اخزن في الفريزر اللي هو الافقي واخزن الحاجه القديمه من تحت واسيبها تقعد معايا لحد ما اخلص الثلاجه كلها. قصدي حضرتك يا دكتور ان احنا ما ناخدش من البدايه ما احنا حطينا الاكياس، اخد من اول تحت اول حاجه حطيتها.
وفي اول حاجه حطيتها من تحت في الفريزرات الافقيه مش الراسيه. لما اجي انقي واخد احاول اطلع اللي من تحت الاول. اللي حطيته الاول عشان اسمح بالتبادل، ان الحاجه اللي دخلت من فوق تنزل من تحت بعد كده، واطلع من تحت الاول عشان ما فيش حاجه تركن عندي لفتره طويله. يعني احنا بنقول سنه دي الماكسيمم، يعني اقصى شيء، لكن انا لو استهلكتها في خلال شهر اتنين تلاتة هيكون افضل. لكن لو هضطر تقعد معايا هضطر اطلع القديم الاول واحط الجديد بعد كاحلال مكانه. ده كده هيديني فترة صلاحية كبيرة جدا. الطعم، الطريقة اللي قلت لحضرتك عليها دي هتديني طعم معايا، لكن لو استعملت الطريقة البدائية، المشاكل كلها اللي بتشكي منها ستات البيوت يقولك اللحمة بتكش، اللحمة بتمط معايا، مش راضية تتقطع، مضغتها صعبة جدا، مش بتستوي، مضغتها صعبة جدا، كل ده 90% منه بسبب التسرع في عملية التخزين، ان هو بيدخل اللحمة على التبريد المفاجئ بدون عملية مسيب اللحمة تفضل من حوالي من 4 ساعات ل 12 ساعة في درجة حرارة باردة بدون تجميد. دي هتديني مدغ كويس جدا، سوى كويس جدا في اللحمة، بعد كده تستوي معايا بسهولة، طعمها هيكون ألذ بكتير من الطريقة التقليدية. تؤثر خطوات الذبح والتخزين السليمة على بقاء اللحوم فترات طويلة، فيجب اتباع الطريقة الصحيحة للحفاظ عليها. فكل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. كنت معكم نجوى سيف النصر، هند فوزي، طيبة.